مالتي او بالسؤال مالتي معناها هذه الدالة اصبح بيها شيفتنج، هذه الدالة اصبح بيها شيفتنج لليونت ستيب وللفاكشن المضروبة باليونت ستيب للمتغير تي. يعني شنو معناها؟ معناها رفع كل تي وخلى مكانه تي ناقص سي، رفع كل تي وخلى مكانه تي ناقص سي. اذا من اجي اخذ لها انفيرس، يعني لابلاس انفيرس الاجدة سالب سي اس بالاف اوف اوف اس، معناها راح ارفع كل تي واخلي مكانه تي ناقص سي لليونت ستيب، وايضا للداله تي ناقص سي اللي الداله اللي هي الاف اوف اوف اس. هذا هو التحويل الاول. التحويل الثاني لابلاس للداله اذا كانت اثنيناتهن مضروبات يعني بدون شيفتين، هذا هو التحويل الاعتيادي. التحويل الاعتيادي لان انا قلت اقدر اطبق الداله او اطبقها بالتحويل الاعتيادي، معناها اي تو ذا اف اوف اس ناقص سي اللي هي اي تو ذا سي تي في الاف اوف اوف تي. اذا الملخص الكلام، اذا كانت الداله بها شيفتنج للمتغير و لليونت ستيب، معناها راح القى او اجد الاي تو ذا سالب سي اس بالسؤال مالتي. اذا ما لقيت هذا المقدار معناها انه انا الداله مالتي هي ما بها شيفتنج، لا شفنا انا اي تو ذا تي هنا تي بتي وهنا تي ناقص سي بتي ناقص سي. اذا كانت الداله التين ما بها شيفتنج للمتغير اجد فقط الاف اوف اوف اس ناقص سي، لكن اذا كان بها شيفتنج للمتغير لكل الدالتين معناها راح اجد هذا المقدار، وراح هنا نتوضح بالامثله التاليه. المثال الاول اي تو ذا سالب ناقص 4 اس على اس تربيع زائدا 9، اي تو ذا سالب ناقص 4 اس على اس تربيع ناقص 9. مجرد وجود هذا المقدار، مجرد وجود هذا المقدار معناها الدالة مالتي بيها شيفتنج. فإذا راح أجي أحله هنا بهذه المثال مالتي هو أريد لابلاس إنفيرس إي تو ذا سالب 4 إس على إس تربيع زائدا 9. أنا مجرد ما وجدت هذا المقدار رأسا يتبادر بذهني أنه هذه هي عبارة عن يو أوف تي ناقص أي في الاف اوف اوف تي ناقص اي، لان هذا المقدار ما يكون الا تتوفر هذه القاعده. فالاي مالتي هو 4 فصير تي ناقص 4 في اف اوف اوف تي ناقص 4. زين، هذا المقدار اللابلاس مالته، هذا المقدار اللابلاس مال هذا المقدار هو عباره عن اي تو ذا سالب سي اس في اف اوف اوف اس، اف اوف اوف اس. زين، هسه هذه الاي تو ذا سالب سي اس متوفره، هذه هي هل موجوده؟ ايش بقت عندي؟ اذا راح اجي اجزئ الداله، اقول هي لابلاس اي تو ذا سالب 4 اس مضروبه بمن؟ في 1 على اس تربيع زائدا 3 تربيع، زائد 3 تربيع. الآن أروح إلى الجدول مالتي، هذا المقدار شو يمثل؟ أول ما أجي أشيك المقام، الأس تربيع زائدا 3 تربيع بالمقام، هذه يا أما يكون عندي كوساين أي تي أو ساين أو ساين أي أي تي. تي راح أجي شنو الفرق بين الكوساين والساين؟ الكوساين المفروض بالبسط أكو اس، والساين بالبسط اكو اي. اذا انا الاس ما اقدر اوفرها، بس بالامكان انه شيء اوفر الاي، لان هو الاي رقم، يعني اقدر اضرب واقسم بي، لكن الاس هي متغير ما اقدر اضرب واقسم انا شنو على متغير. فهنا راح استبعد الكوساين، ايش بقت عندي؟ بقت عندي ساين. فالساين المفروض بالبسط يكون اكو عندي ثلاثة، هنا انا ما عندي ثلاثة عندي واحد، لكن بالامكان انا اضرب واقسم على من؟ على ثلاثة. فراح يكون عندي لابلاس انفيرس للاي تو ذا سالب 4 اس، هذه برا، فراح اضرب واقسم على ثلاثة، في ثلاثة على ثلاثة
نبقى عندي واحد على اس تربيع زائدا ثلاثة تربيع. اذا ادخل الثلاثة هنا والواحد على ثلاثة تطلع برا، فصير واحد على ثلاثة لابلاس انفيرس اي تو ذا سالب 4 اس هناني في ثلاثة على اس تربيع زائدا ثلاثة تربيع. اذا الان انا وفرت الساين، هذا يمثل لي ساين تي، هذا المقدار كله يمثل ساين 3 تي. زين انا شنو اريد حتى اجد الداله، لان هي مضروبه بمن؟ بالاي تو ذا سالب 4 اس. الان يدخل تاثير الاي تو ذا سالب 4 اس، من يدخل تاثير الاي تو ذا سالب 4 اس انت من شنو تاخذها؟ من تقول الاي تو ذا اي تي في اف اوف تي، اللابلاس مالته شو يمثل لك؟ راح يصير عندك اف اوف اس ناقصا اي، مو اتش يعني اللابلاس مالتها راح يجي. فاكيد هنا أنا ايضا راح يدخل التاثير، وحتى احصل على هذه الداله فراح اقول لابلاس انفيرس للاي تي ذا سالب 4 اس في هنا طبعا 1 على 3 في 3 على اس تربيع زائدا 3 تربيع. هذه راح ياخذ اليونت فصير يو اوف تي ناقصا 4، خلصت من هذا المقدار. هذه ياخذ الساين مضروب باليونت فهي عبارة عن ساين 3 في تي ناقصا 4. هاي هي الدالة اللي انا حصلتها بشكل نهائي بعد ما اجيت صار عندي شفتنج للمتغير والدالة بسبب وجود الاي تو ذا سالب 4 اس. واضحة؟ العفو دكتور، بس بالأخير الاي تو ذا سالب 4 اس، بس بالأخير شلون صارت يو تي ناقص 4؟ شنو سؤالك؟ والله ما سمعته بشكل، كان متقطع. الدكتور الخطوة الأخيرة اللي اعتبرنا بيها الاي تو ذا ماينس 4 اس 1 على 3 يو مضروبة بالتي ناقص 4، شلون صارت هاي؟ هو التحويل مالت الاكسبوننشال شنو هو؟ يعني انا لا اريد احول اليو اوف تي لابلاس لليو اوف تي شنو هو؟ 1 على اس، صحيح؟ نعم لابلاس لليو اوف تي ناقصا اي، شو راح يصير عندي؟ اي تو ذا سالب اي اس على اس، مو؟ اذا حتى يتوفر الاي تو ذا سالب، الان من اجي اقول ان لابلاس الاي تو ذا اي اس على اس لابلاس انفيرس، اللابلاس مال اليو للتي ناقصا الاي هو اي تو ذا سالب اي اس على اس. اذا اخذ الانفيرس للطرفين، فاذا اخذ انفيرس لهذا المقدار شو راح يعطيني؟ يعطيني يو اوف تي ناقصا الاي، لان انا اصلا هذا المقدار حصلته من شنو؟ من لابلاس للتي ناقصا اي. اذا اخذ الانفيرس راح يرجع نفسه، يرجع تي ناقصا اس، هذا المقدار لابلاس لليو of t ناقصا ال a يساوي e to the سالب a s على s. اخذ له لابلاس انفيرس للطرفين، هذا هو لابلاس انفيرس وهنا لابلاس انفيرس، هذا شو راح يعطيك؟ يعطيك فقط يو تي ناقصا a تساوي لابلاس انفيرس ال e to the سالب s على s، مو؟ ثاني هذا مقدار اللي هو هذه. اذا اجي للسؤال مالتي، السؤال مالتي شنو بي؟ بي اي تو ذا سالب 4 اس
على اس تربيع زائدا 9. اذا هذا المقدار المفروض من اجي؟ حتى هذا المقدار يتوفر يجب ان يكون اكو يونت ستيب وبيها شيفتنج بمقدار اي. ايش قد مقدار الاي هنا؟ هو 4. فمباشرة مجرد ما اشوف انا هذا المقدار اخلي ببالي هو هذا عبارة عن يونت ستيب بمقدار تي ناقصا 4، لان هذا المقدار ما يتوفر الا بوجود شنو؟ اليونت ستيب. الا بوجود اليونت ستيب. الان واضحة؟ واضحة واضحة دكتور، هاي بالخواص مال اليونت ستيب واضحة. إذن هذا هو السؤال الأول اللي حصلنا، اللي هي لابلاس تبدأ سالب 4 على اس تربيع زائد 9، 1 على 3 يو اوف تي ناقص 4 في ساين 3 تي ناقص 4 مثل ما احنا حلينا. قبل لا ننتقل للمثال الثاني، هذا المثال واضح؟ نعم. نجي للمثال الثاني. المثال الثاني شنو ماخذ؟ ماخذ اس ناقص 2 على اس ناقص 2 تربيع زائدا 9. لابلاس انفيرس للاس ناقص 2 على اس ناقص 2 تربيع زائدا 9. ابتداء انا وين اروح؟ اروح للمقام مالتي. هذا المقام حتى يشابه اللي موجود بالجدول، اللي موجود بالجدول عندي اس على اس تربيع زائدا اي تربيع، وعندي بالجدول اي على اس تربيع زائدا اي تربيع. هذا المقدار هو الكوساين اي تي، وهذا المقدار هو الساين اي تي. هذني وين موجودات بالجدول؟ هؤلاء موجودات وين بالجدول؟ هذا المقدار وهذا المقدار موجودة بالجدول. زين، اذا هذني المقدارين موجودات بالجدول، رجاء اذا تجاوز الوقت على اول 10 دقائق بعد لا حد يدخل للمحاضرة رجاء، لان هو انت هذه المحاضرة هي مو يعني انت عندك وقت كلش كافي، والان ساعة 2:30، يعني ما معقول الان يعني متجاوز اكثر من نصف ساعة ويجي الطالب يدخل. فحتى تكون متشابهة، هذا المقدار موجود وين بالجدول وهذا المقدار موجود بالجدول، أقارن وين الموجود عندي. أنا شنو الموجود عندي؟ موجود عندي S ناقص 2 زائد 9، بما معناه إذا أرجع للجدول مالتي هذا المقدار حتى يتحقق، معناها دالة الإكسبوننشال أي تي مضروبة بالاف اوف تي حتى تعطيني شنو؟ اف اوف اس ناقصا اي. هذه موجود بالجدول مو صحيح؟ نعم نعم دكتور. فاذا هذه موجوده بالجدول، وانا ايضا من خلال المقارنات مالتي وجدت انه العلامه الزائد اللي الموجوده بالجدول، علامه الزائد اللي الموجوده بالجدول هي فقط عندما يكون شنو؟ عندما يكون عندي ساين او كوساين. اذا الاف اوف تي مالتي يا اما تكون ساين او شو تكون؟ كوساين. يعتمد على من؟ يعتمد على البسط. البسط شنو موجود بي؟ بي بس اس ناقصا 2. بي اس ناقصا 2. فالاحظ انا اذا كان عندي الاي تو ذا اي تي، فرضا الاي تو ذا اي تي كوساين اوميجا تي، اذا اريد احول هذه ايش راح يكون عندي؟ معناها عندي اس ناقصا الاي على اس ناقصا الاي تربيع
زائدا اوميجا تربيع، وهذا هو التحويل الـ e to the at في كوساين اوميجا تي ينطيني هذا المقدار، مو صحيح؟ لان انا استبدلت كل اس مكانها بمن؟ باس ناقصا اي. فاذا اقارن هذا المقدار ويا هذه المعطى نفسه بالضبط، اذا اقارن هذا المقدار مع هذا المقدار راح اجده بالضبط هو نفسه المقدار. الاي قيمته 2 والاوميجا قيمته 3، فاذا لابلاس انفيرس للاس ناقصا 2 على اس ناقصا 2 تربيع زائدا 3 تربيع هو عباره عن راح يساوي هذا المقدار كله راح يساوي اي تو ذا 2 تي في كوساين 3 تي. هذا هو التحويل مالته بشكل مباشر. واضحة لو عيدها هذه؟ هاي الحالة الاعتيادية مع الحاصل، هاي مال حاصل ضرب دالتين الاعتيادية اللي احنا المفروض ماخذينها من البداية، هاي مالت لابلاس اللي موجودة بالجدول بالاكسبوننشال واخذنا عليها امثلة كل شهود. انتبه لي. للي موجود هو اس ناقصا 2 على اس ناقصا 2 تربيع زائدا 9. هذه معناها اكو شيفتنج بسبب وجود الاس ناقصا 2 هذه اللي موجوده بالمقام، معناها اكو شيفتنج لان هي بالاصل كانت اس تربيع. لان هسه انت اذا ترجع لكل القيم الموجوده عندك بالجدول شنو تجدها؟ كلها لو اس تربيع ناقصا اي تربيع لو اس تربيع زائدا اي تربيع. اذا كانت بالساين والكوساين و الدوال المخرجه من عندها التان والكوتان والكوسيكين كلها راح تصير زائد، لكن من يصير ساين هايبرباليك او كوساين هايبرباليك والدوال المشتقه من عندها راح تصير شنو؟ ناقص. اذا انا راح استبعد الهايبرباليك، شنو لازم اخذ؟ اخذ فقط الساين والكوساين والدوال المشتقه من عندها. زين هسه هذه اول ملاحظه. من اجي شنو اجد؟ اجد انا مكان ما كانت اس تربيع شنو صارت عندي؟ اس ناقصا 2 الكل تربيع، معناها صار بيها شيفتنج، صار بيها شيفتنج، وهذا الشيفتنج ما يكون الا بحاصل ضرب شنو داله؟ الاكسبوننشال. لان انا عندي بالجدول بالجداول الموجوده عندي حتى يكون شيفتنج لازم يتوفر هذا الشرط. حتى يكون شيفتنج بالجدول لازم هذا الشرط موجود، يعني اكو داله اكسبوننشال مضروبه بداله اف اوف تي. متى ما تحقق هذا الشرط؟ اذا الداله شنو بيها؟ داله بيها شيفتنج. ما تحقق هذا الشرط الداله ما بيها شيفتنج. من يتحقق هذا الشرط شنو يصير؟ راح يستبدل كل اس، شو يخلي مكانها؟ اس ناقصا اي، لان هو بالحاله الاعتياديه لابلاس للاف اوف تي هو عباره عن اف اوف اس. بسبب دخول الـ e to the at في الـ f of t استبدل كل s شنو خلى مكانها؟ s ناقصا a. اذا انا الاثنين كانما هذه ما اشوفها، ارجع الى اصلها، هي عباره عن s على s تربيع زائدا 3 تربيع، اللي هي هذه s على s تربيع زائدا 3 تربيع. هذه شو تمثل لي؟ تمثل لي كوساين، تمثل لي كوساين الاي تربيع او الاوميجا تربيع. زين بسبب دخول الشيفتنج مالتها معناها ضربت بمن؟ بالاي تو ذا، والاي تو ذا هذا المقدار يمثل لي هو مقدار الاوس مال الاكسبوننشال، فبالتالي راح يكون عندي مباشره هي عباره عن اي تو ذا 2 تي في كوساين 3 تي حسب الداله الموجوده عندي. اذا مو واضحه ارجع للوضع الاصلي، اقول اي تو ذا اي تي في الاف اوف تي. اذا شنو هي عباره؟ راح هذا اللابلاس هذه الداله هي عباره عن اف اوف اس ناقصا اي.
انا قلت شنو دائما اخذ؟ دائما اخذ لابلاس للاف اوف اوف تي. هذا ايش راح يعطيني؟ يعطيني اف اوف اوف اس، احلها على حده، احل اللابلاس هذه على حده، بعدين من اجي اقول لابلاس للاي تو ذا اي تي راح ارفع كل اس، ايش خلي مكانها؟ اس ناقصا اي. اوكي هسه هذا انا هذا فهمته، اجي اطبق للموجود عندي. الموجود عندي شو يقول؟ يقول عندي اس ناقصا 2 على اس ناقصا 2 تربيع زائدا 3 تربيع. هذا اريد اخذ له لابلاس انفيرس. زين راح ايش اقول؟ اقول هنا أنا عندي شيفتنج، يعني هنا أنا هو مستبدل، لانه شنو مخلي كل اس شنو مخلي مكانها؟ ارجع للبسط، ارجع للمقام، المقام عندي اس ناقص 2 معناها رافع الاس، وش مخلي مكانها؟ اس ناقص 2. فمجرد ما اشوف اني هذه معناها رئيسا انه يتبادر بذهني اكو داله اكسبوننشال، وشنو الاكسبوننشال مالتي؟ معناها رئيسا اي تو ذا 2 تي، هذا هو نفسه دائما اخذ عكس الاشاره موجود، فصار عندي اي تو ذا 2 تي. زين هذه كانما اخليها بهذا الشكل، ما اشوفها اخلي مكاني اس تربيع زائدا 3 تربيع، وهذه ايضا ارفعها ارجعها للاس، صار عندي اس على اس تربيع زائدا 3 تربيع. هذا شو تمثل لي؟ لان هذه وين راحت؟ هذه راحت وين؟ اكسبوننشال. هذا شو تمثل لي؟ تمثل لي داله الكوساين، فرأسا اقول كوساين 3 تي وانتهى الحل. واضحه الان؟ نعم دكتور، واضحة هذا هو واضحة دكتور. الحل مالت السؤال. زين اجي للمثال اللي بعده، المثال اللي بعده لابلاس انفيرس لاثنين اي تو ذا سالب 3 اس على اس تربيع ناقصا 4 تربيع. ايضا مثل ما قلت انا مجرد ما اشوف اي تو ذا، مجرد ما اشوف كلمة الاي تو ذا ناقص، مجرد ما اشوف هذا المقدار مباشرة شنو اكتب؟ اكتب يو اوف دكتور العفو، تي اثنين تربيع ناقصا مو اربعة تربيع. اثنين تربيع هاي مو اربعة دكتور، مو اربعة تربيع. مجرد ما اشوف اني هذا المقدار مباشرة اكتب عليه، مباشرة اكتب عليه هو يو اوف تي ناقصا 3. ليش؟ لان هذا المقدار ما يتوفر الا بوجود شنو؟ شيفتنج لليو اوف تي ناقصا 3. هاي اول شيء. الشيء الثاني، مجرد وجود هذا اليو اوف تي ناقصا 3، لان انا عندي فقط بالانفيرس وبلابلاس فقط عندي قانونين. القانون الاول يقول لابلاس لليو اوف تي ناقصا اي مضروبه بالاف اوف تي ناقصا الاي راح يساوي اي تو ذا سي اس في اف اوف اس، فقط هذا القانون الاول. القانون الثاني لابلاس للاي تو ذا سي تي في اف اوف تي راح هو اف اوف اس ناقصا سي، فقط ذني القانونين سواء بالانفيرس او بال تكامل الاعتيادي او يعني بلابلاس ترانسفورم، فقط ذني الاثنين. اذا صار شيفتنج معناها يصير شيفتنج بالثنين، اذا ما صار شيفتنج معناها ما يصير شيفتنج بالثنين. هذا هو فقط، يعني ما عندي انا الا هذني القانونين. مجرد ما اجيت انا شفت اي تو ذا سالب 3 اس، فمجرد ما شفت هذا المقدار راسا اكتب هي عندي يو اوف تي ناقصا 3. هاي اول خطوه. الخطوه الثانيه اخزن ببالي او مخيلتي انه الداله المضروبه بها يجب ان يكون بها ايضا نفس الشفتنج، لان ما عندي خيار ثالث، انا عندي فقط خيارين، خيار اثنينات به شفتنج او اثنينات ما به شفتنج، لانه الاولى صار بها شفتنج فمباشره اقول الثاني لازم شو يصير بها؟ بها شفتنج بنفس المقدار. زين خلصت من هذه، كانما هذا الان اصبح ما موجود عندي. راسا اقول ايش بقت عندي؟ بقت عندي لابلاس للثنين على اس تربيع ناقصا 2 تربيع. هذه لابلاس مالت من؟
ارجع للجدول. ساين 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 هايبربليك ساين هايبربليك اي 2 تي ساين هايبربليك 2 تي هذه اللابلاس الادي لانه بسبب وجود اليو اوف تي ناقصا 3 لازم يصير شيفتنج حتى على التي فرأسا اقول لابلاس انفيرس ل 2 اي تو ذا سالب 3 اس على اس تربيع ناقصا 2 تربيع هو عباره عن يو اوف تي ناقصا 3 في شاين 2 تي ناقصا 3 لانه ما ممكن الا يكون شيفتنج بيمن بالاثنين وانتهى الموضوع. واضحه؟ طلاب واضحه لو اكو شيء ما واضح؟ نعم دكتور ان شاء الله واضحه. زين هذا المثال اللي هو هذا امامك وهذا المقدار اللي هو استخرجه بشكل نهائي. زين المثال اللي موجود امامك لابلاس اي تو ذا 2 اس على اس تربيع زائد اس ناقصا 2 لابلاس انفيرس للاي تو ذا 2 اس على اس تربيع زائد اس ناقصا 2 اعتقد خل نشوف اتاكد من عده اي تو ذا سالب 2 اس على اس تربيع زائد اس زائد 2 اي تو ذا سالب هسه هذه احنا مثل ما قلنا مجرد وجود هذا المقدار رأسا اكتب عليه يو اوف تي ناقصا 2 هذه واضحه؟ نعم. ايش بقت عندي؟ بقت عندي واحد على اس تربيع زائد اس ناقصا 2 هذه شلون اجدها؟ راح اجي ابسط المقام المقام هنا يبقى عندي واحد على اس زائد 2 في اس ناقص 1 صح؟ نعم. هذه شلون راح احلها؟ العفو طريقه الباشيه دكتور هنا باشيه نحول الداله الى شيفتنج يعني بالتبسيط اي بس اول مره لازم تجد الداله والنوب تاخذ لها الشيفتنج لها انت بالبدايه لازم تجد الداله شنو هي؟ دلاله تي وبعدين انه شفت التي هسه انت الداله بعدك ما واجدها فشلون اجد الداله؟ بطريقه البارشيال هذه بالبارشيال اي البارشيال فراكشن فراح يصير عندي اي على اس زائد 2 زائد البي على اس ناقص 1 راح اجد قيمة الـ A والـ B راح اجد قيمة الـ A والـ B فش يكون عندي A في S ناقص 1 زائد الـ B في S زائد 2 تساوي 1 صح؟ يعني بعد ما اوحد المقامات وابسطها يكون عندي هذا المقدار من عندها راح استخرج قيمة الـ A وقيمة من؟ قيمة الـ B فراح يصير عندي AS ناقصا A زائدا ال في اس زائدا 2 في تساوي 1 دخلت قيمه ال اي فابتداء اخذ معاملات من معاملات اس بالمعاملات اس اي زائدا ال بي تساوي 0 هاي معادله 1 فمن عندها ال اي تساوي ناقصا بي المعادله 2 معاملات الحد المطلق ناقص 1 ناقص اي اللي هي هذه زائدا 2 بي تساوي شنو؟ تساوي 1 1 فمن راح اجي اعوض هاي معادله 2 من اجي اعوض فصار عندي ناقصا الاي ناقصا 2 اي تساوي 1 فالاي تساوي سالب 1 على 3
والبي تساوي 1 على 3. إذا الآن أنا شنو استخرجت؟ استخرجت قيمة الـ A وقيمة من؟ وقيمة الـ B. فش راح يصير عندي؟ سالب 1 على 3 على S زائد 2 زائد 1 على 3 على S ناقص 1. شلون أخذ لهم ذني لابلاس؟ اللي هي الآن أصبحت عندي 1 على S تربيع زائدا S ناقصا 2 أصبحت عندي سالب 1 على 3 على S زائدا 2 زائد 1 على 3 على S ناقص 1. شلون أذني أخذنهن لابلاس؟ إنفيرس. هذه بالجدول شنو الشابه؟ A أس A T إكسبونينشال. فصير 1 على 3 A to the سالب 2 T يعني عكس الإشارة زائد 1 على 3 A to the T. يعني دائما يكون شنو عكس الإشارة، تكون دائما عكس الإشارة. الآن بعد ما وجدت ذني الاثنين، هذني هذا المقدار هو مو هذا المقدار فقط المتوفر عندي، هذا المقدار هو عبارة عن E to the سالب 2 S في 1 على S تربيع زائد S ناقصا 2. هذه وجدتها، من أدخل عليها E to the سالب 2 S راح كل T شو يصير مكانها؟ T ناقصا 2 لأنه راح يصير بها shifting، فصير U of T ناقصا 2 هذه مات E to the، وهذه الدالة راح تنضرب في سالب 1 على 3 E to the سالب 2 T ناقصا 2 زائد 1 على 3 e to the t ناقصا 2 صار بها shifting، ونحلل السؤال. الآن واضحة؟ العفو بس الخطوة الأخيرة شوية صار بها ارتباك. لا مو ارتباك، انت احنا من البداية قلنا بسبب وجود الـ e to the سالب 2 s، انت مجرد ما يعني احنا دائما اقول لك اخزن المعلومة ببالك، مجرد نعم ما تشوف كله واضح كله مفهوم. اي انت بس فهمني، انت مجرد ما يشوف الـ e to the سالب c s موجودة عندك معناها الدالة صار بها shifting u to مقدار c، واذا هذا الدالة صار بها shifting لازم الدالة الثانية اللي تستخرجها ايضا شو يكون بها؟ بيها شيفتينج. أنت هذا الدالة اللي أنت استخرجتها ما بيها شيفتينج، فلازم أنت شفتها. ليش؟ لأن أنت هذا الدالة اللي استخرجتها فقط لهذا المقدار، بعدك أنت ما ضربها بهذا المقدار، مجرد ما تضربها بهذا المقدار معناها شنو صار بيها؟ صار بيها شيفتينج. كل تي لازم يصير تي ناقصا مقدار السي اللي هو مرفوعة بيها. يعني أنت إحنا هنا من إجينا شنو قلنا؟ أول ما أجينا قلنا إيه تدى سالب 2S على S تربيع زائدا S ناقصا 2، هذه مجرد وجودها معناها أعطتني U of T ناقصا 2. هذا الشيء الكل فاهمه؟ نعم أكيد. بعد نعم هذه الخطوة، بعد هذه الخطوة أنا هذه كأنما أصبح عندي ما موجود، شنو أجيت حللت؟ حللت فقط أخذت 1 على S تربيع زائدا S ناقصا 2، هذا من حللته شنو طاني؟ طاني 1 سالب 1 على 3 E to the سالب 2 T زائد 1 على 3 E to the T، مو هذا طاني هذا المقدار؟ هسه هذا هذا المقدار فقط ناتج مال هذه. زين انا ما عندي فقط هذا الموجود، عندي هذا بمن مضروب؟ بال E to the سالب 2 بالضبط. فهذا من راح يدخل عليه لازم يسوي شيفتينج لكل الداله، احنا قلنا كل اكسبوننشال يدخل على الداله يسوي بها شيفتينج. فمن اقول اي تي دا سالب 2 اس على اس تربيع زائدا اس ناقصا 2 راح يكون نفسه هو هذا 1 على 3 اي تي دا سالب 2 تي ناقصا 2 زائد 1 على 3 في T ناقصا 2 وهذا مضروبة بالـ U of T ناقصا 2 بالأصل، وانتهى الحل. كلش واضحة صارت. المثال الأخير هذا نفس طريقة الحل وبكمل بهذا الشكل.
فقط يعني هو هنا أنا اجي كمل بهذه الكيفية ونفس الحل. هذا حل بطريقتين، يعني هاي الطريقة الأولى والطريقة الثانية. هاي كل الأمثلة اللي موجودة على هذا الموضوع. اللي هنا المحاضرة مالت اليوم انتهت. الواجب اللي تحلونه هو جميع الأسئلة الموجودة بالordinary differential equation اللي خاصة بالـ